بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه المهمه جدا. اسئله كتير جدا بتيجي، ازاي اعمل ريجستريشن امتحان السي بي اتش كيو، وخصوصا الامتحان ده كل شويه كده يغيروا الطريقه. بس الموضوع بسيطه خالص، انا عندي ويب سايت خاص بالسي بي اتش كيو، صح؟ هنيجي هنا ونكتب في جوجل سي بي اتش كيو اكسام ريجستريشن، صح كده؟ يلا سيرش، هيفتح لنا هنا، يلا اعمل ابلكيشن. اوكي، شوف بقى الكلام الجميل دوت، بيقول لك ايه؟ بيقول لك become a CPHQ apply now. حلو جميل، خدها كليك يمين كده وافتح. بعد كده بيقول لك لو انت هتمتحن جوه الولايات المتحده، عندك اكتر من 100 مركز اختبار هناك، وفي بعض الاخوه العرب اللي بيبقوا مسافرين امريكا وبيمتحنوا هناك، مفيش مشكله، والامتحان لسته هناك مفتوح طول السنه. طيب لو انت هتمتحن بقى بره امريكا، testing internationally، هو ده اللي يهمنا قوي. هات لي كده الكتاب اللي هو الكتيب اللي بيتكلم على الكانديديت هاند بوك، عشان في صفحتين مهمين كده هنبص على عليهم دلوقتي. وبعد كده بيقول لك ميني انترناشونال تيستينج سنترز، لو انت عايز تعرف انت ممكن تمتحن في الدوله بتاعتك في اي مكان بالظبط. ودي الفيز لو انت مش ممبر في الجمعيه اللي اسمها ال NAHQ، ناشونال اسوسيشن فور هيلث كير كواليتي، اللي هي السبونسر بتاع امتحان السي بي اتش كيو، بتدفع $515، ولو انت ممبر بتدفع $445. تمام؟ هنا بقى نظام الامتحان بره امريكا طبعا اختلف، بقى له سنتين دلوقتي، اللي هو بيعمل لك حاجه اسمها ويندوز، بيديك كل سنه، كل سنه بيديك 4 ويندوز، يعني كل 3 شهور في مجموعه ايام بتمتحن فيها. فعلى سبيل المثال في ديسمبر اللي هو هتقدر تمتحن من يوم 2 ليوم 15، هي دي الويندو اللي تقدر تمتحن فيها. طب اقدم امتى؟ اقدم من سبتمبر 1 لنوفمبر 16، يعني حوالي كام شهرين ونص كده تقدم فيهم عشان تقدر تمتحن في عدد الايام اللي هو قرابه 14 يوم او الاسبوعين دول. ماشي، خلي بالك وانت بتسجل هيبقى في دماغك وانت بتقدم تمتحن في الايام البيزنس دايز اللي موجوده في البلد بتاعتك. على سبيل المثال انت هتمتحن في القاهره او السعوديه او عمان او الامارات، هتمتحن من الاحد الى الخميس عشان السنتر اللي انت رايح تمتحن فيه يبقى فاتح. لو انت هتمتحن مثلا في دوله اوروبيه او في تركيا وانت في زياره هناك مثلا، هتمتحن في من الاثنين للجمعه، هتمتحن في بيروت نفس الموضوع من الاثنين للجمعه لان الاجازه عندهم سبت وحد. بس تخلي النقط دي في بالك علشان هنعرف كمان شويه بنحجز ازاي. طيب يبقى دوت الابلكيشن. طيب عندك طريقتين للابلكيشن، الطريقه الاولى المحبذه اللي هو ان انت عن طريق الكريدت كارد، وفي طريقه ثانيه عن طريق اللي هو التشيك. اعتقد هي نفس اللينك لو احنا فتحناها بتاعت apply for exam، هي اللوجن اللي احنا ضغطت عليها فوق خالص، التاب اللي احنا ضغطنا عليه في الاول. انا لا انصح ابدا ان انت تقدم الابلكيشن الورقي، اول حاجه بياخد وقت ولازم تعمل شيك، وبتزود الفيز دي عليها $25 كمان، والموضوع وقت طويل وسخيف وملوش صنف اللازمه خالص. تمام، حاول تقدم دايما اونلاين، تقدم اونلاين. ماشي، طيب بيقول لك هنا معلومه مهمه جدا، خلي بالك في اخر الصفحه، هاو تو سكيدجول يور اكزام. بيقول لك اول ما تدفع على الويب سايت within 10 days، تمام، بيجي لك لما تدفع بيجي لك ايميل ان انت تم استلام الابلكيشن بتاعك. وبعد كده بيبداوا يبعتوا لك ايميلات توضيحيه، يقول لك انت هتمتحن هتختار ايام ايه و الى اخره، ولو عندك اي استفسار بتبعت لهم ايميل على الايميل دوت info@cphq.org. يبقى الكلام واضح؟ كلام واضح، جميل جدا. نرجع للزرار او التاب اللي احنا ضغطنا عليه apply now، اللي هو دوت apply now. apply now طبعا انا عندي account ف already اهوت log in. طبعا لو انت مش عندك account وبتعمل account جديد اول مره هتمتحن حاجه على ال NHQ او انت مش member، بتضغط على ده don't have an account وبتبدا تدخل عليه. خلينا نجرب معاكم don't have an account عشان امشي معاكم بنوع من انواع التفصيل. هنعمل اكونت جديد يا جماعه خالص. salutation، سيادتك مستر ولا مس ولا مسز ولا دكتور ولا بروفيسور. هختار ان انا دكتور، هكتب ان انا احمد النيم بتاعي. خلي بالك اي حاجه عليها نجمه مهمه جدا، الميدل نيم مش مهم، لكن مثلا هكتب احمد بهلول. لو انا عايز الميدل نيم بتاعي يظهر على الشهاده هكتبه، واكتبه بدقة ويكون الاسم مطابق للهوية اللي انا هروح امتحن بيها عشان
ممكن يقول لك حضرتك البطاقه او يعني اي حاجه تثبت شخصيتك وانت في السنتر اللي انت هتمتحن فيه. السافكس بقى اللي هم الجماعه بره، جونيور، التاني، التالت، الرابع، الكلام ده. طيب الفون حاطين عليه نجمه اهوت، على الاقل وان فون نمبر. في الهوم نمبر على طول ممكن تحط، او يعني موبايل فون، حط الموبايل فون، اكتب اعتقد يعني تليفوني معروف يعني مش محتاج استخبى. بريفيرد فون اللي هو الموبايل اللي انا حطيته، ماشي. وبعد كده البريفيرد ادرس هنحط ورك. الهوم كانتري بتاعي انا عايش في سعودي اريبيا. الهوم ستريت 9 4 مثلا، سباية بلدنج المروج، رياض، not applicable. الزيب كود. طيب أهمية إيه يا جماعة موضوع العنوان البريدي؟ هيجي لك عليه السكور ريبورت بتاعك، هيجي لك عليه السكور ريبورت بتاعك. وأنبه الشباب اللي في مصر الله يبارك فيكم، تأكدوا إن أنتوا كاتبين موضوع الزيب كود أو الرقم البريدي بصورة صحيحة، والعنوان البريدي عموما بصورة صحيحة، لأن كتير في مصر بيقول لك ما بيوصلناش سكور ريبورت لأنك كاتب العنوان غلط. طيب ده الورك أدريس بتاعك دوت اللي أنت، ده الهوم ادرس. لا انا مش عايز الهوم ادرس في حاجة دوت، انا عايزه ال انا عايزه الورك ادرس يجيلي على عنوان الشغل سعودي ارابيا. فده مش لازم تملاه، لو انت عايز السكور ريبورت والشهادة يجوا لك، الشهادة مش بتروح تيجي، السكور ريبورت يجي لك على البريد بتاعك. انا شغال في الرياض، وهنا 4/15. اوكي نكتب برضو الرمز البريد كويس، يبقى ده العنوان اللي انا عايز الشهاده تيجي عليه. ماي لوج انفورميشن هكتب مثلا ان دوت الايميل بتاعي اللي انا عايزه، وري تايب ايميل، باسورد اختار اي باسورد، دخلنا hold on. اوكي not run any programs, run now, send method, verify profile, my login information, my certification, unroll now. I agree، ماشي. وبعد كده certification type، انت بتمتحن جوه امريكا ولا بره امريكا؟ international. next. طيب ادي بيقول لك هتدفع $515 السعر الدولي. لو عندك كوبون كود معرفش بيجيبوه منين يعني، لو انت ممبر او حاجه. اوكي regarding next day and today shipping. اها to send mail the same business day, pay now, set payment. طيب payment pay now ب set payment، لو انت كنت عندك account already عندك كارت مسجل عندهم، pay now ب credit card، ماشي. وتبدأ تختار بعض البيلينج ادرس طبعا، تكتبه هنا عنوانك يعني اللي بيجي لك عليه الفواتير بتاعتك، او لو انت مثلا عندك امريكان اكسبريس بتكتب العنوان بدقة شوية. بعد كده بتكتب هنا البيانات، الكارد بتاعك، الرقم واسمك عليه، والسكيورتي كود، والاكسبيريشن ديت بتاعه اجري اجري، وبعد كده سبميت بتدفع. كده خلاص خلصنا موضوع ريجستريشن ل امتحان السي بي اتش كيو، تمام؟ حلو الكلام؟ بيجي لك بعد كده ايميل، الايميل دوت هنلاقيه فين؟ الايميل دوت هنلاقيه هنا لو فتحنا الكانديديت هاند بوك الانترناشونال، احنا فتحناه من لينك سابقه في الصفحه اللي احنا فتحناها للامتحان على الموقع الرسمي. هنيجي على صفحه 12 مع بعض كده، نيجي على صفحه 12 او 11، صفحه لا 12، تمام. هنا بيذكرك بالويندوز اللي كانت مكتوبه على الويب سايت، وبعد كده بيقول لك ابلاي، دفعنا بالكريدت كارد بالفعل، ممتاز. ننزل كده شويه،
اوكي سكيدجول اكسام. لما انت بتدفع بيجي لك ايميل من العنوان ده schedule@goamp.com with instructions، بيطلب منك المعلومات دي ترد عليها. المعلومات دي ايه؟ المعلومات دي اول حاجه بيقول لك اسمك تاني والاسم الاخير بتاعك زي ما كتبت في الابلكيشن، ولو عايز تكتب ميدل نيم يعني لو عايز تكتب اسمك كامل مفيش مشكله. بعد كده بيجيب لك الاكسامينشن نيم، بتكتب له سي بي اتش كيو، بترد على الايميل نفسه تحت كل ايتم بتكتب الحاجات المطلوبه. بريفيرد ايميل ادرس، دي بريفيرد ايميل ادرس، بتبدا سيادتك تكتب الايميل بتاعك المفضل اللي عايزهم يرسلوه عليك، اللي هو في الغالب اللي هم بعتوا لك على الايميل دوت، تاكده تاني. السيلفون نمبر برضو اللي انت كتبته في الابلكيشن تكتبه تاني. وبعد كده بتختار بقى البريفيرد اسسمنت سنتر لوكيشن فروم ذا ليست. جميل قوي، اللي هي لسه اللي احنا فتحناها من شويه هنا برضو من نفس صفحه الامتحان، لكن عادي ممكن تضغط عليها من الصفحه دي كده وتفتحها، هتفتح لك نفس الصفحه اللي هي دي. ماشي، ايه الصفحه دي بقى؟ تيجي هنا انا مثلا عايز امتحن في السعوديه، اكتب سعودي اوريجا كده واشوف كده الاماكن اللي انا ممكن امتحن فيها فين. طيب اوكي، ادي الاماكن الموجوده في السعوديه، عندنا مكان في الخبر ومكان في جده ومكان في الظهران ومكان في الرياض اللي هو طبعا المكان الشهير مستشفى الملك خالد الجامعي في جامعه الملك سعود. المدينه بقى نخلي بالنا في مكان للفيميل وفي مكان للميل، الذكور والاناث في المدينه. كل مركز بيمتحن، يعني لازم انت بنت لازم تروح تمتحن في المكان دوت، وانت ولد هتروح تمتحن في المكان دوت، او انتوا يعني سيد وسيده عظماء اكيد طبعا، يعني مش قصدي ولد وبنت، يعني كلكم كبار ما شاء الله. طيب دي الاماكن اللي انا همتحن فيها. طيب عايز امتحن انا في القاهره، هكتب ايجيبت هنا كده، يجي ايجيبت واشوف كده. طبعا غيروا الاميديست الشهير اللي قعد سنين طويله في المكانين بتوعه في الدقي، يمتحنوا الناس دلوقتي بقى اكوينوكس، وادي العنوان. طيب مثلا انا عايز امتحن في الامارات، الامارات عايز امتحن في الامارات، فاكتب هنا يونايتد ارب اميريتس، وراح اشوف الاماكن اللي انا ممكن امتحن فيها وهكذا على حسب الدوله اللي انت فيها. انا بشوف الناس اكتر ناس بدربهم من الثلاث دول دول، فيشوف الاماكن اللي ممكن تمتحن فيها. وادي عندي مكان في عجمان وعندي مكان في دبي. تمام، طيب نرجع تاني للانترناشونال هاند بوك، بيقول لك خلاص انت حددت في الايميل بتاعك المكان، بتاخد كوبي وبيست من المكان ده. مثلا انا همتحن في دبي، فهروح واخد له كوبي بيست كده. تمام ماشي، يونايتد ارب اميريتس، شوفوا هنا، ايوه دبي يونايتد ارب اميريتس، اعمل كوبي وبيست في الايميل نفسه. طيب يبقى اخر حاجه اللي هو الثري تيست ديتس، يو ار افيلابل تو تيست. انت بتختار ثلاث مواعيد مفضله في الويندو بتاعه الامتحان. على سبيل المثال انا بحجز دلوقتي للويندو بتاعه ديسمبر، هيبقى هتختار يوم من 2 ل 15. بس تخلي بالك النقطه الاولانيه اللي احنا قلناها، بتشوف في الكالندر عندك اللي هو التواريخ علشان تتاكد ان ده بزنس داي في الدوله اللي انت بتمتحن فيها. اللي بيمتحن في بيروت في الجامعه الامريكيه هناك في بيروت هيمتحن من الاثنين للجمعه، اللي هيمتحن في القاهره والسعوديه والامارات والدول العربيه العاديه هيمتحن من الاحد الى الخميس وهكذا. تتاكد ان انت بتختار تواريخ في ديسمبر في الويندو ده من 2 ل 15 في المواعيد المناسبه للبزنس دايز عندك في الدوله اللي انت فيها. ده بالنسبه لاختيار الامتحان. وانس ان انت برضو اخترت الامتحان الاوقات المناسبه ليك ورديت على الايميل دوت، هتبعت الايميل على فين؟ على schedule@goamp.com زي ما اتفقنا. هيروح جاي لك بعدها بحوالي 10 ايام يقول لك احنا تواصلنا مع السنتر وخلاص اخترنا اليوم الفلاني مناسب ليك. ماشي؟ طيب خلاص اخترنا يوم، عايز اعمل ريسكيدجول. ريسكيدجولينج الاكزام بتتصل بالرقم دوت على شرط ان انت يكون قبل يومين من الامتحان على الاقل. لو جوه يومين يعني خلاص انا همتحن بكره وعايز اجل، مش هينفع كده اعمل ابلكيشن جديد بفلوس جديده. لكن لو انا قبل الامتحان ب 48 ساعه اقدر اتصل بيهم وعلى الرقم دوت. طبعا هنحط قبله 001 علشان انا بتكلم امريكا، وبعد كده بعمل سكيدجولنج للامتحان وتراعي فرق التوقيت هناك. ممكن تاني ارجع اروح اعمل لهم ايميل سواء على سكيدجول بدل ما اتصل بيهم، يعني ممكن اعمل لهم ايميل على سكيدجول جو ام بي او على الايميل اللي تحت دوت
اللي هو AMP Intel Exam Services at goamp.com، ويكون قبلها فترة مناسبة بحيث اديهم وقت ان هم يردوا عليا بالايميل ان انا عايز اغير الامتحان. ماشي؟ وان شاء الله ربنا ما يجيبش تأجيل وتبقى الامور زي الفل، لكن احيانا بتحصل، نادرا بتحصل مع بعض الزملاء والزميلات لكن بتحصل. طيب، في حاجة اسمها Transfer of Eligibility. يعني ايه؟ Transfer of Eligibility يعني مثلا جم مش عرفوا يحجزوا لك في الويندو اللي موجودة دي. ماشي؟ او انت عايز تغير الويندو دي لويندو تانية، فعادي بتبعت لهم على الايميل دوت وتقول لهم لا انا مش عايز امتحن في ديسمبر، انا عايز امتحن في الويندو اللي بعدها في مارس، وبيبقى ليك مرة واحدة سواء تأجيل او تغير الويندو خالص لويندو قادمة، ليك مرة واحدة فقط تجربها. ما دون ذلك بيعتبروا ان انت بتعمل ابلكيشن جديد. فتخلي بالكم من الايميل اللي مكتوب بالازرق اللي هو amp-intel-exam-services@goamp.com. اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد ليكم، ووقفنا على اهم الحاجات اللي ممكن تلزمكم وانتم بتعملوا ابلكيشن للسي بي تش كيو، وان شاء الله تبقوا سي بي تش كيوز قريب ونسعد بيكم وتنضموا الى مجتمع الجوده الرائع في المنطقه وفي العالم، وتقوموا برساله عظيمه ونحياها فكانما احيا الناس جميعا، وتكونوا ليدرز في الاماكن اللي انتم فيها، ونسعد باخباركم دايما. لو عندكم اي استفسار يا ريت تكتبوه في الكومنت تحت علشان نستفيد جميعا، لو عندكم اي تعليق برضه يا ريت في الكومنتات تحت، يا ريت لو عجبكم الفيديو او شفتوه مفيد تعملوا لايك، تعملوا شير، تعملوا سبسكرايب في القناه علشان توصل لكم الفيديوهات باستمرار، تضغطوا الجرس اللي موجود جنب زر الاشتراك في القناه والسبسكرايب علشان باستمرار كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم على خير. دمتم بخير وفي امان الله.